لهفة موفي، قناة لهفة موفي، لكل جديد وحصري، لكل جديد وحصري. إهداء من خالة العروس وبناتها. ولا عيون بنت العين في صفر كالأبيض، ولا عيون بنت العين في صفر كالأبيض، اعتدل سمو والزين وجم العروسة، هذه اعتدال ست البنات الجميلات، في زينها وكل الوصايف فريدة، في عرسها نهد التهاني من الذات، والله يوفقها بحياة الرغيدة، شخح على كل المهارة الأصيلات، متصدرة ولهي عليها جديدة، متصدرة ولهي عليها جديدة، وابوها شيخ يرتكي للمهمات، وابو عمر اللي وأمها أم عمر أحلى الأميرات، وكافها بالطيب دايم مديدة، وأخوانها حزام ذخر في الصعيبات، ساس الوفا وأهل العلوم الوتيدة، وأختها بين الغنادير شيخة، قد الروى للماس غالي رصيدة، وعمامها أهل السطر والبطولات، ساس الوفا وأهل العلوم الوكيدة، وخوالها لهم مواقف وفزعة، قوم الفخر وأهل الهقاوي البعيدة، واختامها عسى السعاد والمسرات، قال لكم طول السنين المديدة، قال لكم طول السنين المديدة. ولا عيون بنت العز سطر كالأبيض، اعتدل سمو والزين وجمال عروسة، هذه اعتدال ست البنات الجميلات، في زينها وكل الوصايف فريدة، في عرسها نهد التهاني من الذات، والله يوفقها بحياة الرغيدة، شخح على كل المهارة الأصيلات، متصدرة ولهي عليها جديدة، وابوها شيخ يرتكي للمهمات، وابو عمر اللي فعوله رشيدة، وامها ام عمر